يمضي قانون العقوبات البديلة الذي تنفذه مملكة البحرين بتوجيهات ملكية سامية إلى مزيد من الخطوات المتقدمة، ويؤكد أنه مشروع وطني حضري يجسد الالتزام بحقوق الإنسان في أروع صورها. تبقى التوجيهات الملكية السامية زادا ومعينا للملف الحقوقي المشرف الذي تتباهى به مملكة البحرين، كون مبادئه نابعة من تراث البحرين وقيمه في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا السياق يمثل مشروع العقوبة البديلة قيمة مضافة لهذا الملف، وليس تطبيقه على مجموعة جديدة من النزلاء إلا دليل على المضي قدما في تحقيق مزيد من النجاحات الحقوقية. الحمد لله رب العالمين، فضل الله وجلالة الملك، والله يخلي لنا إن شاء الله ذخر حكومتنا الرشيدة ولي العهد الأمين، وإن شاء الله الأمور هذه ما نكررها مرة ثانية. يعني خلاص بروح التقي حين بوالدته وأهله، والحمد لله رب العالمين. مشروع العقوبات البديلة مشروع الحمد لله جدا جدا ناجح، لأن أكون أخدم خدمة المجتمع وأكون إنسان صالح. أشكر جلالة الملك وولي عهد ووزير الداخل اللي خلى صراحة العيد يصير عندنا عيدين في البيت، واليهال والنسب يعني الكبار والأم والأب واليهال اليوم يعني سوى، لأن أبونا يعني الملك شيء والله وش أقول لك، اللي بفضل طول حياتنا إن هذا إحنا نقدر يعني الفرحة عم تقريبا 400-500 شخص من عائلتنا اللي احنا موجودين، وان شاء الله الفرح حق الغير وما قصرتون ويانا. نشكر جلالة الملك على المكرمه وانه منحنا الحريه، وان شاء الله ما نواجه هالشيء مره ثانيه. واشكر الحكومه على هذه الفرصه، يعني اعطتنا فرصه من بدال نقعد 6 شهور في السجن نشتغل كعقوبه بديله ان شاء الله للافضل يا رب. معيدي يا اولادي يا اهلي ان شاء الله كله ان شاء الله ببركه جلاله الملك. مشروع عقوبات بديله مشروع زين، يعني ان انت اهلك تكمل حياتك برا تختلط بالمجتمع. مشروع عقوبات البديله مشروع له ثمره ايجابيه، اليوم احنا بنحيي الحريه. شعوري مستانس مرتاح، باشوف مستقبلي ودراستي. نشكر جلاله الملك بدال صار بدال العيد عيده. أشكر جلالة الملك على هالمكرمة اللي عطانا إياها وما قصر، ويعطيه الصحة والعافية وطولة العمر إن شاء الله. لا مستانس، الشعور ما ينوصف الصراحة، الفرحة بعد ما يبي لها كلام يعني. والله مشروع ممتاز ووايد زين، اللي يفك يخليك في أشياء بديلة تشتغل تخدم المجتمع. والله سمعنا الخبر وفرحنا واجد فرح، وانتظرنا متى يجي الصبح، والله يطول عمر الملك ان شاء الله ما قصر، وهذه فرحه والله يطول عمره ويخلي للبلاد ان شاء الله. اول ما شفته ما يحتاج لو ما الدموع مخلصه، لان البارحه كان دموع واجد، الحين دموع انتهت. الواحد يتفاجأ ما يصدق، يعني يكون في حاله من مثل مو مقتنع مو مصدق، لما تبي تلمسه وتحضنه علشان تصدق ان الامر واقع وحقيقه. اشكر جلاله الملك ولي العهد وزير الداخليه وكل من فكر وساهم في تطبيق برنامج العقوبات البديله والسجون المفتوحه. فرحتي بعد اخوي وعضيضي اول ما شفته لازم بفرح. الاهل كلهم ينتظرونه، الوالده والوالد، وعندنا بعد عمات مرضى وخالات مرضى كلهم ينتظرونه، الاهل كلهم في البيت. يعني احنا من الصبح ما كنا ندري، بس مال واتسابات يعني ومال كذي، بس الحين المغرب يعني الساعه 10 تقريبا 10 ونص اتصلوا فينا، والفرحه مي ساعتنا يعني الحمد لله. حس روحي راحت معاه، الحين طلع ردت روحي، فمو بس مستانس انا وايد ولا مستانس، مو بس هاي يقول لك طيح انت واقف، والله العظيم هذه تقول لك طيح انت واقف، بس الغلطه وما تتعب ما تتكرم مره ثانيه. ونشكر جلالة الملك انه خفف عليه وخفف علينا بعد احنا بعد. إن النتائج الإيجابية المتحققة في هذا المشروع الحضاري تؤكد أن البحرين تسير في الطريق الصحيح وتزداد قدراتها على مجابهة التحديات بفضل حكمة جلالة الملك المفدى ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وحرص المجتمع البحريني على تعزيز قيم التعايش والتسامح والانفتاح على الآخر.
للحفاظ على النسيج المجتمعي جاءت توجيهات جلالة الملك المفدى السديدة لينخرط أبناء البحرين ويعملون إيجابا في المجتمع. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.